تدري عدد اللي تم تجنيسهم من زوجات الكويتيين كم لحد الآن وصل؟ 70,000 زوجة غير كويتي تم تجنيسها من بعد الغزو، من بعد الغزو لحد الآن، هذه إحصائية. 70,000 من بعد الغزو؟ 70,000 زوجة غير كويتي، زين؟ يعني أنت حسبها، 70,000 وظيفة زين راحت، إذا قلنا فرضنا قولي نصهم يشتغلون، زين؟ رقم مو شوية، رقم مو شوية. كم فرصة زواج من الكويتيات راحت؟ 70,000 فرصة زواج. صح. احنا ما نبي نقول اساسا، نقول هاي قسمه ونصيب، بس لكن اذا بتحسبها انت يعني نسبه وتناسب، 70,000 مو رقم سهل يعني. لا، رقم لازم يدرس، ليش الزياده. اي نعم، لو بقول لك بعد في الجنسيات يعني بفصلها بعد، ماني داشه يعني. 12,000 سريلانكيه، يعني 12,000 من الجنسيه سريلانكيه فقط، وماني ذكر باجر الارقام يعني. سريلانكيه؟ اي نعم. صار كويتي؟ صار كويتيات. صار كويتيات وتاخذ حقوقها، وتاخذ حقوق الكويتيه الحين اللي بالتاسيس الحين قاعده الطالب في بدل ايجار، ولا عندها قرض ولا عندها شيء، واذا تكلمت واذا يعني حتى طالبنا قالوا لها سكتي، قالوا لها انت تحملي اختيارك، سكتي. ما يصير الحكي هذا، الدستور ساوى. انت قلتي رقم خطير، 70,000 وانا اتحمل مسؤوليه العدد هذا. الرقم هذا يعطينا علامه استفهام طبعا، يعني 70,000 صار اخذوا حقوقهم كامله. نعم. والكويتيه ما اخذت شيء. شفت شلون المره مظلومه ولا مو مظلومه؟ لا هني مظلومه، مظلومه انا وياك، او طالب بحق المراه دائما انت نصير المراه ابو احمد.